سبحان الله ما نعرفوش ولا بدون يشوت على طيس العورد 5000 القرعه وش بيك؟ قرعه الله يبارك وش بيك الاخت؟ قرعه كدير كنز مي الاختي اليوم طاحت سلعه راهي بايره اخويا سلعه راهي الارض صاحبي. مقارنة بالسنة الماضية انخفضت أسعار الخضر بشكل محسوس خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان بنسبة 50% حسب تأكيد التجار، فيما تشهد بقية المواد استقراراً ملحوظاً. وحسب توقعات التجار فإن هذه الانخفاضات ستستمر إلى غاية نهاية الشهر الفضيل. بس خير من العام اللي فات الحمد لله، خير من العام اللي فات. البصل ضربنا ب 40-50 ألف. البطاطا راهي مليحة 6500 يعني مليحة، نقدروا نشروها في متناول الجميع الحمد لله. كل الخير كاين، خير كاين والحمد لله. البطاطا زرودية كلش رخيص، كلش والله غير كلش رخيص، خير من العام اللي فات والله غير خير، يقدروا كاع الناس يشرو. الخرش كيما الجريوات كيما هذا كلها هابطين. قرنون قرعه 5000 كما قال لك كل شهر صح. العام هذا خير يا حسره يا حسره يا حسره. كاين العام هذا كاين التمر باطل، ديجا التمر باطل، زيد حاجه واحده اخرى اللي باطل هي وشني الاول. الفرق كبير كبير السنه بالنسبه لرمضان تاع السنه هايل هايل هايل. المهم 100% مليح كما اليوم دخلت السوق الصباح اكثر من 50% اليوم برك، اليوم اكثر من 50%. كاين الناس حتى اللي كيشراو البارح شراو السلعه غاليه على الثمن، غاليه بزاف، واليوم الثمن تاعها هبط بالبزاف. السنه خير خير ربي ان شاء الله، السنه كاين الخير وكاين الوفرة بالبزاف. اسعار الفواكه هي الاخرى سجلت تراجعا محسوسا. الاسعار في متناول الجامع 6.5 5.5 في متناول الزواليه وكاع الشعب، واللي عنده يجي واللي ما عندوش يجي. سبارابور كيما تسلا كان دير في 3000 15000 هاد العام دير 5000 6.5 خضره تاعي رخيصه كلش رخيص بان 30000 الحمد لله والخايده اختي. لحم 120 مليون ماشي الله يبارك. بطاطا 5000 دفع 30000، قرعه 5000 يا اخو واش راه تزيد؟ سبحان الله 30000 دفع في السوق كاين يدير 65 70 الف سبحان الله. كاين الخير خير كاين، حنا برك فهمتي بزاف تفاح مليح، عمسنا مليح بزاف تفاح، كاين الوفره كاين الخير ان شاء الله، ومازال يكون كاين ان شاء الله باذن الله. زيد تنخفض ان شاء الله في الصيف، زيد تنخفض اكثر. وحسب المؤشرات فإن وفرة المنتوج الفلاحي والإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الحكومة المتعلقة بتفريغ مخزون البطاطا والبصل والثوم إلى جانب التزامها بدعم الفلاحين ساهمت في الحفاظ على استقرار الأسواق.